لم أتناول الطعام معكم في خيمتنا منذ وقت طويل حليمة، ولم أشعر بالأمان كما أشعر الآن. الغيوم السوداء فوق خيمتنا تتفرق ثلجا، والمصائب ستزول. لقد أتعبت نفسك عبثا أختي. السيد غوندوغدو قد خاطر بروحه حتى ينقذك من كلاب المغول. هذا صحيح، غوندوغدو رمى نفسه في الخطر وجاء لكي ينقذني، وأعاهد نفسي ألا أحزنه بعد اليوم. رائع رائع رائع، ما هذه المائدة؟ جهزنا أنا والسلطانة حليمة أكثر شيء تحبه. سلمت يداكما. هل استطعتم أخذ كلام من نويان؟ لا أمي، لكن غدا سنأخذ روحه وليبقى كلامه معه. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين تسلقت الشجرة الكبيرة لم أستطع النزول، وبدأت بالبكاء وصرخت أنزلوني من هنا أرجوكم. لكن بسبب بكائها الطيور غيرت طريقها من شدة الخوف. ثم نظرت وإذا بأخي قادم من بعيد، ثم قلت له يا أخي أرجوك أنزلني من هنا. قال لي لا لن أنزلك، إن أنزلتك اليوم ماذا ستفعلين غدا؟ انزلي وحدك. أي أنه لم ينزلك؟ لا. هذا أخي العنيد الذي أعرف. ولكن تعلمت النزول من على الشجرة بعدها. نعم، ما تقوله أمي صحيح، فبفضل أخي تعلمت الصعود والنزول من على تلك الشجرة. كسرت أصابعي لكن لا بأس. بالعافية لكم، جئت كي أشارككم الفرح والطعام. هيا اجلسي غونجاغول. أم هيمة، أنا أستأذنك، فقد تعبت وسأذهب لأرتاح. لا بأس ابنتي، اذهبي وارتاحي. غوندوغدو، أوصل ابنتي سيرجان إلى خيمتها. تحت أمرك أمي. تصبحون على خير. طابت ليلتكم وليلتك. سيدة غوندوغدو، لقد بقي بعض الطعام في الأطباق، هل تأكلين؟ هيا الآن سيدة سيلجان، تصبحين على خير. سيدي غوندوغدو، خطوة خطوة في الخيمة، ورائحتك قد علقت في أنفاسي وكأنها نسيم الربيع الذي أعطاني الحياة. عندما وقعت في يدي ذلك الشيطان نويان لم أخف ولا للحظة، كنت أعلم أنك آت وستنقذني منه.
سيلجان، خيمتنا الآن قد انفصلت، ولكن لا تزالين زوجة لكوندوكتو. فاعلمي هذا. قد أعطيتني الدنيا، فماذا سأطلب من الله أكثر؟ أعلم أنني أهملتك قليلا، لكن سأكون بجانبك دائما، فلا تقلقي أبدا. هل تبقى بجانب الليلة؟